هذه قلب مدينة الأحساء. اللوم الحساوي، معرض اللوم الحساوي، في معرض اللوم الحساوي ما شاء الله. هذا النفق نفق قصير بس شكله جميل، في أشجار نخيل يعبر عن مزارع الأحساء. هذه بعد من مزارع الأحساء. وهذه محطة القطار بالأحساء، سار. هذه محطة القطار واشتغلت فيها والله فترات طويلة، وهذا القطار يقف في المحطة. هذا اللي فيه الملوك، هذا الدوار فيه صور الملوك، دوار جميل. أول شيء صورة الملك عبد العزيز والملك سعود، بعدين الملك فيصل. والملك خالد. والملك عبد الله والملك سلمان، بس ما كملنا. الملك فهد، نسينا الملك فهد. هذا اسمه دوار الملوك، ما ادري والله شو اسمه، انا سميته دوار الملوك. كل الاعمده فيه مرسومه عليها الملوك مثل ما شاهدته، بس ما كملت الدوار. ليتني اخذت لفة كاملة عشان اصور صورة الملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان.
القيصرية أمامنا، وهذه أحد مناطق الأحساء. وتبقي 5 كيلو تقريبا على الموقع. هذه المنطقة فيها مزارع هنا. تبقي 1 كيلو. هذه المؤسسة، مؤسسة رقم فسائل تجارية تمور ومشتقات التمور. ما شاء الله تبارك الله. يقول لك اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اسمع الصوت. الله يحييك. الله يعطيك العافية. طيب عساك بخير. طيب ان شاء الله. والله الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. امين ان شاء الله. واسعدنا بالزيارة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. لكن إذا جانا لازم نبوقه من قهوة الشعير. قهوة الشعير ما شاء الله. ايش عندك من البن؟ والله في ما شاء الله كل لون، البرازيلي، الهندية، فرحان، وزنه اخضر. اخضر فيه. عندنا اليمنية. البرازيلي على كم؟ محمص ولا لا اخضر. 50 كيلو تطلع طال عمرك 1150. 50 كيلو. والكيلو قسمها طق 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 تقريبا 100 ريال. لا 50 كيلو يعني الكيلو ممكن يطلع عليك 28 ريال. 28 ريال تقريبا. يعني طيب زين، يبي لنا 2 كيلو برازيلي. وعندك اثيوبي بس حبه كبيره ولا صغيره؟ ها؟ حبة كبيرة ولا صغيرة البن؟ وش؟ البن. أي نوع؟ البرازيلي. وسط. ما عندك شيء حبة كبيرة؟ كبير كولومبي. كولومبي. أجل عطنا برازيلي وعطنا كولومبي. هذا كولومبي ها؟ أي حبة زينة. لا كبيرة ما شاء الله زين. أعطينا من 2 كيلو والبرازيلي. إيش تتميزون عندكم أنتوا هنا بالمحل؟ من هايش؟ كليج الحساوية. قهوة الشعير، قهوة نواة التمر. ما شاء الله. الكنز اليدوي. ما شاء الله. ما شاء الله. عندك الرز الحساوي. ايه هذا المعتق يقولون عليه معتق. 35 كيلو. ها ما شاء الله. اليوم ان شاء الله راح تكون قهوتنا قهوة الشعير البلدي باذن الله.
قلنا ضيوف من الجو من الدمام قال راي جربوه جابوا لنا راي راي مفيد. مرات القهوة الخاصة فينا نخليها تطبخ الآن على نار هادية لمدة تقريبا 5 دقائق إلى 7 دقائق. قهوة الشعير. قهوة الشعير. هذا الشعير ما شاء الله بلدي. اي نزل نزل هذا. ما شاء الله. هذا. ايوه. قهوة شعير بلدي. ما شاء الله. ها ترى بتفور. ايوه عشان كذا. الشعير لانه خفيف مو زي القهوة. فلازم انك تنتبه له وتصير قريب من عنده. اي. ما شاء الله. وهذا الورد المحمدي. ها الليمون الاسود على كم هذا؟ 10. والكركم على 10. زنجبيل حار ولا بارد؟ لا زنجبيل مش حار كثير. ما فيه حار؟ ايه هاي كلها على 10 يعني. ها يا هلا ويا مرحبا باللي زارنا ونور مكاننا. الله يحييك. نسمع الصوت والله ينور قلبك. وين الرجال؟ الحمد لله اليوم عندنا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. هذا بعد رز حساوي. هذا اللي هنا. اي هذا رز الحساوي. هو نفس ذاك؟ نفسه. وهذا الكليد الحساوي اللي باذن الله يمكن اول مره تجربها. اي ما شاء الله. ما شاء الله طريه. اي شغل البيت. ما هو شغل مالت القصيم تشير شوي. القصيم غير، القصيم شو اسمه؟ دبس. اما الحسا لا بالتمر والبيت. هذه قهوة الشعير ما شاء الله تبارك الله. شكلها لونها ما شاء الله تبارك. الحين لو ما تدري انها قهوة شعير تشربها ما تدري تظنها قهوة عادية. وش تتميز في قهوة الشعير؟ وش انها بدون كافيين. اي خفيفة في الطعام ومفيدة للجسم. الله يكرمك يدر البول. ما شاء الله. مثل انا عندي النقرس. بسم الله. الحمد لله يعني مع الشعير. اي. البول عندي. مفيد للنقرس يعني. اي لان النقرس الله يكرمك يحتاج كثير بول عشان تطلع الاملاح. اي. فالشعير يساعد بس كثر ماي. اي والله طيبه والله. رايك فيها تقييمك من 10؟ والله تقييم من 10 يعني. يعني انا ما سبق اني شربت يعني قهوة شعيرة اول مرة اشربها. بس انها طيبة يعني مشروب طيب مستساغ ومكونات الهيل والزعفران وكلها موجود فيها يعني مشروب طيب يعني. قهوة عادية. اي يعني ما تنعاف يعني ما تقول مطعمها ما هو طيب وكذا بالعكس ما فيها لذعة البن. ايوة خفيفة. بس ما قلت لك تقييم من 10 يعني 8 7 والله 8 اقول لك 8 يعني الدرجتين يعني اللي هو الطعم. اي الطعم النطاعه يعني ولا كانك تشرب شيء لذيذ لكن كمشروب مشروب جيد حقيقه. الله يعافيك. اكثر التقييمات جاتني 8 وبعضهم 10 بس اقل تقييم الحمد لله يعني 8. هذا شيء طيب كقهوة شعير اول مره الواحد يشربها. لا والله شربها. لا والله حلوه والله. كم الكيلو مالها؟ هذا طال عمرك زي كذا ربع كيلو ب 25 ريال. اي ما شاء الله. والكيلو؟ الكيلو يعني 100 بس يجيك جاهز بالهيل بالزعفران. اي مخلوط مخلوط جاهز. اي جاهز اي. وبعدين طال عمرك هذا الشعير محمصه انا بطريقتي يعني الطعم للبوقه. اي طريقتي في التحميص. ما شاء الله. وهذه الكليج الحساوي. ما شاء الله تبارك الله.
بسم الله. طيب والله دقيق وتمر دقيق بور وتمر خلاص الحسا طال عمرك وما حل غير، وهذه الساده، وفي بعد نوع ثاني عليه الحلوه الحساويه وحبه البركه. اي بعد ذيك احلى، وطعمها بعد ما تبلعها اكثر حلاوه. اي كانك تاكل خبز احمر سبحان الله، لكن حجم صغير. والكليجه جمعت بين الملتوت وبين الخبز الاحمر، الشكل كانه ملتوت والطعم خبز احمر، ولك عاد انت تتخيل. ومثل ما سموها هنا يحبها الكبير والصغير، وانت ما شاء الله توك شبابنا. الله يعطيك الصحه والعافيه. مكتوب عليها يحبها الكبير والصغير. الكليجه التمر وهيل يحبها الكبير والصغير. عاد انت اي واحد فيهم؟ شباب. اي نعم شباب. الله يعطيك العافيه. يقولون شباب. لا لا بالعكس، انا من محبين الكناري. ما شاء الله كناري سوري. هذا سوري. اي لا سوري، وهذا بعد سوري. هذا سوري بس هذه الانثى. اي ليش فاصلهم عن بعض؟ بعدين يتجاوزوا ولا مو جاهزين؟ لا ما بعد يتجاوزوا. واحد ثالث ابشر ما شاء الله. اي يقول لك اكرام الضيف ثلاثه. والله ما جيت الا محلك ومكانك. الله يكرمك الله يكرمك سلمك. محمص وعبيناه نواة التمر. وفي نواة التمر مخلوطه جاهزه بالهيل والزعفران. هذه بعد لو سويتها وخليتك تتقهوى منها. أيه. ما تدري هي قهوة عادية ولا نواة التمر. ما شاء الله. بس تقول في طعم مختلف يعني، بس ايش ما أعرف. هذه قهوة من نواة التمر. اي نعم. ما شاء الله. اي الله يعطيك العافية. ما شاء الله والله. ما شاء الله عليك. ونواة التمر يعني لها درجة في التحميص، لا تزيد ولا تقل، يعني لازم تصير مستوية وليست محترقة. ايه. عرفت كيف؟ لأن لو احترقت ضرتك ما نفعتك. نفس القهوة. نفس القهوة. بس إنه زي ما قلت لك يعني النوى، في اختيارك في النوى له دور في التحميص. أي نعم. يعني لو تحط الكبير مع الصغير دي بعد مشكلة. اختياراتك دي جدا مهمة. وهذا كرت الأخ عبد الله. الله يسعدك. أي نعم. سناب شات اللي يبغى أدخل سناب. يصور الشاشة، وهذا رقم الجوال والإنستغرام وسناب شات، مؤسسة رقم الفسائل التجارية 0569177606. الأخ عبد الله. الله يحييك ويحيي والله جميع المتابعين. الله محلكم ومكانكم. الله يسلمك. في خصم شيء حق متابعين؟ والله ابشر بسعدك انت، اي حد بس يجي من طرفك يا امر. الله يعطيك الصحه والعافيه. ما انت مقصر ان شاء الله. ما احنا مقصرين ان شاء الله، لا معك ولا معك. الله يعطيك العافيه. وهذا كناري سوري ما شاء الله، تحت هالدله. هذه أنثى الكناري. ما شاء الله تبارك الله. الرجال والله ما شاء الله مسوي أشياء حلوة. مهتم بالموضوع بنفسه، ديكورات والحمسات لل مشتقات القهوة والكليجة، وشغلة مرتب صراحة. هذا الهيل.
ما شاء الله حبة كبيرة ما شاء الله تبارك الله حبة الهيل كبيرة ما شاء الله يا ريحة هذه بكينا لحمسون فيها القهوة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وهذه قهوة الكولومبي حبة كبيرة يقول وسط بس أنا أشوفها حبة كبيرة بس هو طبعا صاحب خبرة هذا الرز الحساوي له 35 ريال وهذا الليمون الحساوي معصور الليمون الحساوي وهذا جميل الليمون الحساوي ما يلقح ما يولد وهذا حب شمسي حساوي مفوح مو محموس مفوح مفوح اللي ما يعرف يعني مسلوق مغلي في الماء بس وهذا جريش وهذا الرز الحساوي الفاخر الرز الحساوي الفاخر من الاخر نعم وهذا دبس خلاص حلبة هندية حبة البركة ما شاء الله والبان وسدر حساوي ما شاء الله تبارك الله حبة جامبو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وأسلال الحلوة ما شاء الله حساوي ايه هذا خاص للشرب الورق العنب زين حساوي حساوي كم مدة صلاحيته؟ سنتين يجلس واكثر بعد بس سنتين طيب نزل وحده زين هذا ب 40 ريال وعندنا طال عمرك الجميد الحساوي ايه وهذا الجميد نزلها تحت لا تنسى لاني باخذ ايه ان شاء الله ان شاء الله وهذا الجميد الحساوي طال عمرك هذا من 5 كيلو الليمون نطلع هالعلبة صغيرة يعطيك نفس طعم الليمون اي 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 طعم الليمون تحط بس نص ملعقة في اللتر وخلاص والعلبة كم؟ هذه بمية مية مية ما شاء الله وما لقاح لقاح الله الله من التبتال النخيل هذا أخف تركيز وهذا أعلى تركيز في الطعم وهذا الحب الحساوي الشمسي الشمسي هذا مفوح وهذه علبة كيلو هذا كيلو إيه كيلو مكتوب عليها طريقة التحضير من الخلف أيضا إيه زين وهذا الجريش هذا 35 العلبة الله الله وهذا هذه 10 ريال 10 ريال جريش ما شاء الله الكولومبي إيه دواء تركية يلا الله هذا من الكولومبي إيه وأيضا الكولومبي سويناه قهوة سعودية مثل ما تشوف هذه القهوة السعودية هذا الوسط وهنا طال عمرك الخفيف فاتحة ايه فمن نفس البن اللي شفته ما شاء الله عندك فاتح شوي فاتح شوي فاتح لا عندي على طول 1.5 لان انا سويت مختصة وسويت عربي سعودية بغيت اخذ من هذا بس بغيت وياه شوي فاتح لان هذا بيصير كبير اي اي لا والله شوي فاتح ما هذا فاتح هذا فاتح بس ما يصلح معه ما يصلح معه لا 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 ما يخلط اي يعني هذا لها نكهه وطعم هذه لها نكهه وطعم طيب اعطينا ربع كيلو من هذا بس نبيك تطحن الله يعافيك ابشر نجربه بعد ونشوف ان شاء الله هذا ما شاء الله توه عاد يعني المفروض انه يبي لها وقت اعطيك من اللي قبل اذا حمسته كم ياخذ وقت يعني ثوني والله توني حامسها امس يبي لها على ما تباع يعني تقريبا 10 ايام ليش؟ لين سبحان الله تبدا الريحه تبدا الزيوت حقتها تطلع يعني إيه إيه. وين اللي جاهزه؟ هنا يصير احسن يعني؟ احلى إيه.
قلت لي ربع صح؟ ايه. مع ان انا اشوف يطحنونه ويسوون قهوه على طول. لا انت اذا تبي شيء صح 100% لا القهوه السوداء لازم ما تباع على طول. ايه. هذا مفتر سكري مفتر، هذا 3 كيلو ونص. كم؟ هذا ب 70 ريال. ما شاء الله، بس الحبة جامبو ما شاء الله. هذا يسمونه مفتر، إنتاج السنة. إنتاج السنة ما شاء الله. ومن مؤسسة ركن فسائل التجارية إلى الخبر إن شاء الله. عايدون إلى الخبر، المسافة 156 كيلو. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آه في باب مفتوح، الشنطة ما تسكرت. لا ما سكرت البوصة. درجة حرارة 41، درجة الحرارة 41. الهفو والله الجو حار. احنا ما زلنا في شهر سبتمبر.